السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي التلاميذ، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في درس آخر من الدروس التي نقدمها لكم عن بعد. سأقدم لكم اليوم حصة في مادة اللغة العربية مكون القراءة، والتي تندرج ضمن الوحدة السادسة مجال اللعب والمرح، الأسبوع الرابع. موضوع الحصة هو تصفية الصعوبات القرائية المتعلقة بالحروف المتشابهة الدال والضاد، السين والصاد، الذال والضاء. الحصة الخامسة، دائما مع نص ماذا يجري، حصة ما بعد القراءة. لنبدأ على بركة الله. كما عودناكم أعزائي التلاميذ، في كل حصة قرائية نبدأ بقراءة الكلمات البصرية. في هذه الوحدة تعرفنا على مجموعة من الكلمات البصرية، وكانت على الشكل التالي: حتى، في، عن، كان، صار، إن، أن، لكن، أصبح، ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم. أطلب منكم أحبائي أن تعيدوا قراءة هذه الكلمات. ننتقل الآن لطلاقة القراءة، دائما مع نص ماذا يجري. سأطلب منكم أعزائي التلاميذ أن تقرأوا معي النص قراءة جهرية مع خفض الصوت والإشارة بأصابعكم إلى الكلمات المقروءة في كراساتكم. إذن اقرأوا معي. ماذا يجري؟ كرات صغيرة مذهبة تتدلى، شرائط خضراء وحمراء وصفراء، وبكل لون يرتبط بعضها ببعض، أزهار متنوعة، باقة هنا وباقة هناك. ماذا يجري؟ أطفال يتحركون بنشاط، يعلقون لوحة هنا وعلما هناك. مائدة طويلة وسط القاعة، وضعت عليها كؤوس ومشروبات وحلويات، وزينت بالأزهار والأعشاب. ماذا يجري؟ إنهم تلاميذ مدرستي، ينظمون حفلة نجاحهم. أحبائي التلاميذ، أطلب منكم مرة أخرى إعادة قراءة هذا النص. والآن أعزائي التلاميذ، ننتقل لاختبار التوقعات. سوف نختبر توقعاتكم حول نص ماذا يجري. هذه التوقعات قمتم بإنجازها في حصة ما قبل القراءة، ولدينا المخطط الشمسي الذي يلخص هذه التوقعات. إذن كانت توقعاتكم لموضوع النص على الشكل التالي: نعم، موضوع النص هو كرات، لوحة، مشروبات، شرائط، مائدة، والتوقع الأخير موضوع النص هو حفلة مدرسية. إذن كانت هذه هي توقعاتكم لموضوع النص. الآن سوف نتأكد من صحتها. نبدأ بالتوقع الأول: هل كان موضوع النص هو الكرات، أي يتحدث فقط عن الكرات؟ طبعا لا. هل كان يتحدث عن المشروبات فقط؟ أيضا لا. وهل كان يتحدث عن اللوحة، يعني هل كان موضوع النص فقط عن اللوحة؟ الجواب هو لا. نعم. وهل كان يتحدث عن المائدة؟ أيضا لا. وهل موضوع النص هو حفلة مدرسية؟ نعم، ممتاز. الموضوع كان يتحدث عن الحفلة المدرسية التي نظمها التلاميذ. الآن التوقع الأخير، الشرائط. هل كان يتحدث فقط موضوع النص عن الشرائط؟ أيضا
لا، إذن تلاميذ مدرستي ينظمون حفلة نجاحهم، فالتوقع الوحيد الصحيح من بين هذه التوقعات هو حفلة مدرسية. أحسنتم جميعا. أعزائي التلاميذ، ننتقل الآن لتلخيص النص. بعدما قرأنا النص جيدا يمكننا القول أننا قد فهمناه، لكن بعدما نكون قادرين على التحدث عنه بأسلوبنا الخاص وبصورة مبسطة. الآن سأدعمكم لاكتساب هذه المهارة من خلال التطبيق على نص ماذا يجري. إذن عن ماذا يتحدث هذا النص؟ ممتاز، تنظيم حفلة نجاح التلاميذ. أحسنتم جميعا، وهذه تسمى الفكرة الرئيسية للنص. ولكن هناك أفكار أخرى وردت في النص، ما هي هذه الأفكار؟ لنفكر جيدا. ممتاز، الفكرة الأولى وصف المائدة وما عليها. الفكرة الثانية وصف نشاط الأطفال. أحسنتم. الفكرة الثالثة وصف ما زينت به القاعة. والفكرة الأخيرة الإجابة عن التساؤل ماذا يجري. أحسنتم جميعا، وهذه أحبائي تسمى الأفكار الفرعية للنص. ممتاز، إذن أعزائي التلاميذ، من خلال هذه الخريطة الذهنية يمكننا تلخيص النص. إذن لنفكر جيدا. إذن ملخص النص هو: أحسنتم، نظم التلاميذ حفلة نجاحهم، زينوا القاعة ووضعوا بها مائدة عليها حلويات ومشروبات. سأعيد ملخص النص: نظم التلاميذ حفلة نجاحهم، زينوا القاعة ووضعوا بها مائدة عليها حلويات ومشروبات. أحسنتم جميعا. أعزائي التلاميذ، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة.